سلام البنات، لاباس عليكم، اموركم هانيه. اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نحيد اول مره حصريه للعدسات قدامكم ونجرب شي نضادر. هذا البنات دابا وصلت لعند نبيله، تحيه خاصه ليها. سي نبيله انا قدامك مسكينه كنبرزطها فاش كنجي عندها هنايا، كنبرزطها دائما، فغادي تعطيني لي كاطغ ديال النضادر باش غادي نجربهم، وهكذا غادي تقولوا لي الراي ديالكم فيهم. اول مره غادي نحيد لي العنصي قدامكم وغادي تشوفوا هذا اللون هذا كيف داير، وتشوفوا اللون ديال عينيا الاصليين، واخا غادي نوليه نبقى ندور فيه لانه بصراحه فاش كنحيدهم كنبقى نشوف والو الضبابه. وغادي نوريكم حتى لي لونتي اللي اختاريت وجابيا نبيله والعبار ديالهم، نوريكم يعني كاع ادق التفاصيل. هي نبيله بدات كتجيب ليا جبنا على الميبل مغلقه، كاين هاد الكادر البنات، هاد الاحمر اللون ديالو زوين. انا كنفكر تريكا غير على الاحمر، هو الاحمر حيت الاحمر جا معايا داك المره. المهم البنات انا غادي نوري لكم، قولوا لي الراي ديالكم، وفي الاخر غنوري لكم واحد الكادر كنت اختاريتو. قولوا لي، خليوا لي في التعليقات البنات، ديروا التعليقات بزاف وقولوا لي واش هاد هو، واش هاد الى كادر اللي زوين. المهم هادو انا البنات لحقاش عندي العبار، شويه زاجه وشويه غليظه، داكشي علاش ما غاديش يجيوني لي كادر الاخرين. كاين عاود ثاني هذا الناس، انا قطعت صور تتسالي مع الناس، قطعت صور البنات لان كاين بزاف ديال الناس هنايا تتنسالي، ونكمل معاكم صافي. وليت تسميت حتى مشاو الناس عاد كنكمل نوري لكم هاد الكادر هذا. شنو الصراحه جاني ايه كان هذا هذا جا زوين، لا ماشي بزاف ماشي هذا قلت لك ماشي بزاف. هذا ميجيش معاك تي القهوه؟ ميجيش معايا القهوه، شي يجي معايا اختي احمر قلت لك احمر بلا الكحل. هذا ورا جربتهم قبل يمكن، ما عرفتش واش جربتهم ولا لا. المهم خليو لي البنات التعليقات ديالكم وقولوا لي انا نوع اللي جاني مع وجهي، وليت بحال ديك المحاميه. عرفتي البنات كنت حطيت واحد الصوره في الانستغرام ودخلوا عندي شي عيالات قالوا لي صباح جيتي بحال شي سيده اعمال اختي، وعجبني الحال. هي كندا افتحي لي اختي، افتحي لي دوك النضاطر الاخرين، ما بقاش نزعزع على الكاميرا. المهم البنات هادو راه كل واحد والثمن ديالو، غير هو كيف ما سبق قلت لكم انا حيت الزجاجه غليظه فراه ما يمكنش غادي ندير خصني البلاستيك، ما يمكنش غادي ندير دوك لي كادر الاخرين. هادي ديال القطعه ديال البلاستيك هادو راه جربتهم؟ لا لا غير بحالهم، غير كيشوفو وجاهم زوينين. الازرق ما والله يا اختي العاد لامسيني انا، هذا كل شيء جا معايا تبارك الله ما شاء الله. بغيت نديرونجي هذا الساعه بقات تشوف ما كانت والو، والله الا انا كل شيء عجبني صراحه، كل شيء جا من زوين من وجهي. المهم انا ندور لكم البنات وتشوفوا كاينين دي كارت اخرين، هانتوما راهم كاينين دي كات اخرين، راه ماشي غير هادو، غير انا وكان نبيله اختارت ليا اللي يجوني مع وجهي، والصراحه الاختيار ديالك نبيله موافق، كل شيء جاوني مع وجهي. هو هي درت ديولي انا نكمل واللي اختاريت انايا ونشوفهم غير، وكان باش البنات يخليو ليا التعليقات ديالهم ويقولوا ليا اينا وحدين اللي جاوني زوينين اكثر مع وجهي. هانتوما هادو اللي فيهم بلاستيك من هنا، هما اللي يجيو مع الناس اللي عندهم العبار شويه ناقص بزاف،
فاش كتجيو عند لوبتيسيان، الا كان لوبتيسيان مزيان وكيفهم راه غادي يحاول انه ينصحكم بنوع ديال النظاظر اللي يقول لكم. انا يا البنات انا نوري لكم واحد النوع اخر ديال النظاظر، ولكن قالت لي نبيله ما يليقوش ليا، ندور لكم وتشوفوا بحال ما هذا الشكل هذا، لان ديجا عندي اللي تيكونوا الزاق يعني من هنايا الحديد هادو ما يليقوش ليا، انا عندي العبار ناقص بزاف بعينيا، الشوف عندي ناقص بزاف، فهادو الا درتهم غتولي تبان الدجاجه غليظه بزاف، فداكشي علاش درت الاخرين. والصراحه هما راه ستيل زوين وخارجين دابا دارجين، كاينين حتى هنايا ديال الدريات يعني الدراري الصغار والدريات، وهنا البنات كاينين هادو نضيضرات في الكل. تقول لي نبيله درعتي الصراحه كاينين زوينين. كان فاش كنبغي ناخذ نضاضر الله الا كنبقى حيره ديال الشمس غنشوف، المهم انا غنشوف مسدوده حتى تجي انت يا تجي انت اختي اللي عارفه وتبطي عليا. شكرا هيا نبيله جاتهم الصراحه هادو زوينين. قولي سير حطي سيري حالك مع انا يا نبيله مسكينه، باش نضاضر كنت خديتهم وتفك ليهم من هناك، هذوك كنت خديتهم من مراكش وتفك ليهم الفيس وجبتهم نبيله قلت لها صايبيهم ليا. حتى هادو الله يرزقني شحال دايرين نبيله؟ 800 درهم. هادو لا مارك ديال شانيل بروموسيون، دابا دايرين بروموسيون ب 800 درهم. انا يا اختي نصور بيهم نصور واحد الفوطو حطو يا كنبي العرض كملها خلاص ديال هذا نقول يوم حطي وسيري. هما دو جاوني صراحة زوين ونين هادو ماركة. هاك اختي خلينا مع النظاظر ديال 100 درهم 30 درهم تستاهلي تستاهلي الجنة اختي. المهم انا هاهما النظاظرين اللي قادت ليا نبيلة كانوا تهرسو تهرست لي من فيسا من هنا. شكرا نبيلة اختي قديتي بارك هاد الساعة. المهم البنات هاهما لي لونتي نوري لكم دابا هادو اللي خديت انايا اش من ماركه وكيفاش دايرين، يعني غنقرب لكم بزاف وغادي نحيد لي لونتي ديال هنايا. كذلك غادي نوري لكم النظاظر اللي قادت ليا ليهم نبيله الزاجه، وقولوا لي في التعليقات ديالكم واجاو معايا ولا لا. غادي ندور لكم دابا نوري لكم لي لونتي بعدا كاين اللي خديت، باش هكذا راه كاينين بزاف ديال البنات اللي كيبغيو يعرفوا لي لونتي. غير هو اللي بنقول لكم البنات لي لونتي دائما ما تجيوش على ديك الصوره اللي كتشوفوا في لي فوتو حتى كيجيوكم لعند يديكم عاده كتعرفوا. انا غندور لكم نتوما غادي تشوفوا. المهم البنات ها هما لي لونتي، غادي تلقاو في الفيديو السابق اللي سبق ووريت لكم واحد الكولور ديال بي غري، هذا هو اللي عجبت اختاريت. انا الصراحه كنت باغا نختار من الانستغرام، ولكن البنات الانستغرام ما تيبقاش مضمون، كتختاري واحد اللون فاذا بك كتفاجئي بلون اخر فاش كيجيك لعندك. انا داكشي علاش ملي اختاريت عند نبيله يعني شفت مباشره في داك الكتالوج اللي سبق وريت لكم، وهذاك الشيء باش عقبت اختاريت قلت اللهم حاجه شايفاها بايدي ولا ما عارفاهاش. وديجا انا لان عندي تجربه ديال سنوات وسنوات تقريبا اكثر من 15 عام وانا كندير لي لونتي، وعارفه ان الصوره اللي كتشوفي في يعني في شي فيديو لا ما كتكونش هي نفس الصوره الحقيقيه. المهم هادو لا مارك ديال ادور، انا اختاريت بي غري. هذا البنات راه ما يقول تقولوش ليا اشاره ولا شي حاجه، فقط بزاف ديال الناس اللي كانوا كيطلبوا على لي لونتي وبما انني انا كنستعملهم فقلت ندير لكم الفيديو. المهم هذا انا غنقربها لكم وتشوفوها مزيان، هذا بي غري ما كيبانش في العين بزاف. غادي نحيد لكم حتى هاد لي لونتي اللي دايره انا في عينيا وتشوفوهم. هادو البنات ها نتوما كيكون هنا العبار ديال كل عين، هذه ديال الضغوات ناقص 3.50 شفتو انا ناقص ليا الشوف بزاف. هذه ديال العين اليمنيه كتبقى، وهذه ديال اليسريه.
هنايا كل وحده فاش كناخذ البواطه البنات ها هي صافي كتبقى هذه كندير ديال العين اليمنيه وهذه ديال اليسريه يعني معروفين هادو حتى وكان فاش كنحيدهم من عينيه كمحطوط هذه في اليمنيه وهذه في اليسريه يعني معروفين قبل ما كنحيد لي لونتي اولا كنبغي نديرهم كيكونوا يدي مغسولين بالصابون نقيين. واللي بغيت نقول لكم البنات واخا يكون عندكم نفس العبار فديال العين ما يمكنش ديريها في العين الاخرى وما يمكنش هاد لي لونتي ولو يكونوا ماشي ديال الشوف ما يمكنش تعطيهم لشي واحد اخر يديرهم ولا شي حاجه الا عطيتهم شي واحد اخر غير سمحوا فيهم وصافي باش هكا كتحافظوا على عينيكم. وندور دابا البنات وتشوفوا فاش غادي نحيد لي لونتي. ثم البنات غنبداو على بركه الله. شوفوا انا جايبه معايا هادو ديالي هذه خاصه بالعين اليمنيه وهذه البواطه في العين اليسريه وضروري ديما يكونوا عامرين بلي خدوي كندير بحال هكا شفتوا مريم بقات يبان ليا والو المهم انتما البنات شفتوا انتما حصريا اول مره نبان بلا لي لونتي اول مره نحيدهم شي اول مره نحيد لي لونتي نوري لكم البنات النظاظر اللي اختاري انا مازال عرفتش راسي باش كنحيد لي لونتي صافي ولفتي اول عرفتي شحال من عام ملي اصلا ما كانش كاع محيد ليا الشوف كنت كندير هذاك كولو شوفي يا بابا زوين غير هو زوينين غير هوايا كيف ما قلتي لي اليومين الاولى تقريبا تذوقوا لحقاش دابا البنات ما تنديرش نظاظر صراحه وما مولفاش بهم كيضروني هنايا في راسي هما الصراحه كيبينوا واضح على لي لونتي لي لونتي دابا حقاش ولفتهم سمعتيني يا نبيله لي لونتي مع ولفتهم طبيعيين هادو تيبينوا لي داك الشيء معندش كبير بزاف تيمشي ويجي لا مرة يوضحلي حسن هما دابا واضح حسن من العدسات ولكن داك الشيء تيبان ليا بحال كيمشي ويجي غير صبري انا بغا فهاد النهار الاولاني ان شاء الله ما نقدرش نوصل بهم زعما الدار ما نقدرش حيدهم وندير لي لونتي ديالي المهم ما شفتو البنات ديري لي لونتي ديري دابا تشوفي اختي ديري معلقه بنتي راه جالسه كتضحك عليا قالت لي معززه بصح اختي كتبان حاجه غليظه هي راه بدا دوك التموجات اللي تيبانو في الشجر هنا بدا لانه فيه العبار العبار داري جنابي نشوفك ها اختي وا تبان عليك غير زين انا مسقيت تحكي هادو البنات نولي نحيد لي لونتي في الدار وندير نظاظر لان ضروري خصني نبقى نفس عينيا كيف ما شفتوا في الفيديو السابق قال لي الطبيب لي لونتي ديريهم ما تفوتيش 8 ديال السوايع في النهار ولا كنت كنفوت 8 ديال السوايع داكشي علاش دابا ضروري وي على 24 ساعه مالي ولي جن ما كنعرفش ايوا ضروري حق البنات هي انا فكراتني ما عمركم ما تنعسوا بلي لونتي عمركم وياكم ثم وياكم تنعسوا بلي لونتي لان خطر عليكم انا غادي نحيدهم وغادي نوري لكم هاد لا مارك الجديده ديال لي لونتي اللي درت هادو البنات راه ما كيفوتش 3 شهور وها لو تشريو يقولوا لكم ديال 6 شهور او لا عام ما كينصحكمش بهم الطبيب نهائيا خاص ما يفوتوش 3 شهور او بالبرودوي ديالهم المهم انا غادي نحيد النظاظر وغادي نفك هادو وغادي نديرهم حتى هما وتشوفوا هذا اللون هذا لان الصراحه هذا اللون راه مختلف على الاخر انا غنوري لكم اللون اللي كنت دايره انايا كان سميتو لومينوز بير شوفوا الاختلاف ما بين لومينوز بير او بي غري هما البنات ها هما لي لونسي ديالك هادو هما ديالي هادو راه لومينوز بير انا غادي نوريهم لكم شوفوا شفتوا كيفاش دايرين ها هما
ليمينوس بيرل. هانتوما شفتو فيهم دوك الحبيبات، هادوك الحبيبات البنات راهما اللي تتبدل لهم اللون على حسب الشعة اللي انا فيه. بعض المرات كيبانوا شيبيين، بعض المرات قري، كل مره واشنو. غادي نوري لكم هاد الماركه الجديده اللي انا خديت دابا. ها انتما هادي ديال الليمون وهادي ديال الاسراد، ودابا صافي ما بقيتش غادي نستعملهم، غادي نستعمل هاد الجداد هادو. انا نوري لكم الفرق بيناتهم. ها هما البنات، انا فتحت بلاتي انا دخلتي فتحت هادو هما الجداد، هادو هما بي غري وهادو لومينوز بير، راهم كيتشابهوا غير هادوك فيهم دوك الحبيبات وهادو ما فيهمش. شفتوا هذا هو هادو، انا دابا درتهم لان كل وحده والعبار ديال هادو ديال اليمنيه وهادوك ديال اليسريه. هادو هما دي غري، انا غادي نديرهم في عيني. شفتوا ما كاينش بزاف ديال الاختلاف، غير هادو لومينوز بير منقطين وهادو ما منقطينش. غادي نديرهم دابا في عينيا وعاد تشوفوا كيفاش جاوني. وهادو انا فتحت لهم بواطه وخديت البرودوي اللي غادي نديرهم فيهم. هانتوما البنات، انا دابا درتهم، شفتوا هادو راهم بيغري، ما بينوا لي حتى شي فرق بحال العينيه، بحال اللون ديال العينيه، ماشي بحال لي منو بيرليكس كندير كانوا كيرنوا وكيبينوا لي عينيه غري. شفتي هادو دابا بحال ناتيورال، ماشي شي حاجه كبيره بحال، ماشي بحال الاخرين ما كيبينوش فرق بحال الاخرين. هادو دابا ناتيورال طبيعيين، شفتوا، وحتى عيني ما بقاوش كيبانوا خارجي. شفتي لا والله الا فاش كنت كنصور بعض المرات شي فوتو ولا شي حاجه، هادو لومينوز بير اللي كديراهم بعض المرات كيبينوا لي عيني خارجي. اول حاجه تيشوف فيك الواحد عيني كيمشيو لعينيك مباشره. وشتي دوك الحبيبات اللي كانوا الحبيبات تيبينوا لي بحال تشرات من الوسط، الا قرب لك شي واحد كيبينوا بحال تشرات. هادو ما حسيت حتى فرق بحال عيني نيت. المهم هادو كيبانوا بحال طبيعيين بحال عيني ناتيورال. ودابا الشوف حسن لان دابا دوك الاخرين ناقصين، ناقص لقيت سورتو هادي راه لقيتها ناقصه بزاف ولا ناقص 14 ولا 15. يعطيك الصحه. صافي هادو غادي نبقى دايراهم. ايوا هذا مكان البنات. المهم هانتوما شفتو دابا كون خديت دوك بي اكوا غادي يبينوا لي عينيا شبيين انا مي انا كولور بقى نقلي على السميه ديالو باش حتى الا جربتيو ما عندكش ضروري كنقعرش انا هادشي ديال لي لونتي متلعبيش معايا فيه. راه كل لون وريت الكتالوج النوار خصي بغا حتى حكا ماشي ديال الشوف غير ناتورال شو طاب بشحال فين كولور ني هاد الكولور بغات هي يا بي هوني. دابا ماشي الثمن اللي هوني معسل اللي مغلي يعني حتى هو نفس ماشي. واخا واخا الشوف واخا بلا شوف واخا بلا شوف واخا الشوف تيبقاو ب 400 درهم 3 شهور 3 شهور صافي. حقاش نوال خصي عجب هذاك وريت لها الفيديو عجبها بي هوني عسلي وبغات وقلت لها حتى تنشوف لك الثمن شحال. ايوا قالت لي عطيني هادو ديالهم اللي تحيدهم. قلت لها لا راه ديال الشوف لا ما كنعطيهمش ايدو وخوها، واصلا عين ماشي هي عين. دابا كنشوف مزيان، بعدا كنشوف دابا مزيان والله الا ما دوخوني ما والو تقدر دوخوني. ايوا البنات صافي دابا ساليت، ها هما عويناتي جدادي ياك بصحك الله يعطيك الصحه نبيله اختي. المهم البنات الا سولتوا ولا شي حاجه اللي بغى يعرف مالي بني ملال، هذا راه عند نبيله اوبتيسيان ديال بصريات اوزود هنا حدا الدكتور قاسم الدنياوي اللي كنت سجلت معاه في الفيديو السابق. نقول لكم دابا البنات السلام عليكم، وانتظروني فيديو اخر ان شاء الله. وما تنساوش البنات التعليقات ديالكم، قولوا لي كي جاني هذا اللون هذا واش عيني واش اختيار صحيح ولا لا. لا لا برافو عليك والله الا كاع هذوك لي كادر جاوني زوينين في عيني وسوقتو هذا الاحمر هذا، واخا بان ليا كلشي تيمشي ويجي.
واحد يومين وعاد نهضر معاك. وشكرا على البوشيت، شكرا على التعامل ديالك، شكرا نبيله خصي الله يحفظك. المهم البنات السلام عليكم، نتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون مفيد لكم، تكونوا عرفتوا كافه المعلومات على لي لونتي على لي كادر. السلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله على القناه.